مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسع. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن عودة جلسات الحوار الوطني اللي انطلق النهاردة، خامس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني. وهذا المحور بيضم خمس لجان، وهم لجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وحقوق الإنسان والحريات العامة، الأحزاب السياسية والمحليات، النقابات والعمل الأهلي. النهاردة كان عندنا ثلاث جلسات من المحور السياسي. اولا هي جلسه قانون مباشره الحقوق السياسيه ضمن لجنه مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي، وكان هناك جلسه لقانون الاداره المحليه ضمن لجنه المحليات، وايضا جلسه حل تحديات العمل النقابي العمالي ضمن لجنه النقابات والعمل الاهلي. كان مجلس امناء الحوار الوطني اقروا جدول اعمال جلسات الاسبوع الخامس للحوار، وده بعد ما تم التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. خليني اقول لحضراتكم انه هتبدا اولى الجلسات النهارده، او بدات بالفعل، بلجنتي النقابات والعمل الاهلي والمحليات. يوم الثلاثاء اللي جاي الموافق 1/8 هتعقد كمان جلستين حول مسألة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى التوازي هتعقد كمان جلستين حول لجنة الدين العام وعجز الموازنة. أيضا يوم الخميس هيكون عندنا جلستين لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، واللي دي هيتناقش فيها العنف الأسري والأسباب وسبل المواجهة لهذا العنف والمخاطر الإلكترونية على مسألة التماسك المجتمعي، وده كله مدرج على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. على التوازي كمان هيكون في جلستين حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر، احضرها طبعا كوكبة من مثقفي مصر والمهتمين بهذا الصدد، لسبل مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وده كله مدرج على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. الحقيقة حرص الدولة المصرية على استمرار واستئناف جلسات الحوار الوطني إن دل على شيء يدل على مدى اهتمام الدولة بهذا الحوار الوطني وما ينتج عنه من توصيات. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ولقاءات على هامش جلسات الحوار الوطني اليوم، ونرجع بعد كده نروح لفاصل ونكمل حلقتنا. قانون مباشرة الحقوق السياسية ده من أهم القوانين. احنا كنا بنتكلم على الدعاية الانتخابية، بنتكلم على الفرز الأصوات، كنا بنتكلم على أمرين مهمين جدا لابد من إدخالهم في القانون. الأمر الأول هو المتعلق بالتصويت الإلكتروني، وخصوصا أنه منصوص عليه في القانون. والهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة، نتمنى أن هي تشارك بجانب التصويت العادي التصويت الإلكتروني. الدولة المصرية قطعت شوط كبير جدا فيما يتعلق بالناحية الإلكترونية، وشفنا المصالح الحكومية بالحوكمة والشمول المالي والعمل. أمر رائع، والدولة المصرية وسيادة الرئيس تحدث عن هذا الأمر كثيرا، وشايفين الدولة المصرية في نجاحات كبيرة جدا. عايز أكد أن الدولة المصرية حريص على التعاون مع جميع شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، ولا سيما منظمة العمل الدولية. ده اللي بيأكد أن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية، من ضمنها الاتفاقيات الخاصة بالحريات النقابية. وأؤكد أن الدولة المصرية بتحترم جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية توقعها عليها الخاصة باتفاقيات العمل. عشان كده جه قانون 213 لسنة 2017 وما تم عليه من تعديل للأحسن في 2019 جه متواكب مع معايير العمل الدولية، وخاصة أن منظمة العمل الدولية كانت مشاركة في إعداد هذا القانون. طبعا في مجال المحور السياسي احنا بنطالب بأهم حاجة عندنا تعديل قانون الأحزاب السياسية اللي هو بتحكمنا. نعم. يا تعديل، لأن هناك نصوص متناقضة، يا إما نعمل قانون جديد للأحزاب السياسية يواكب التطور الحالي للعمل السياسي. كل النظم الانتخابية ممكن أن تطبق لديها، لكن إحنا بندور على النظام الأنسب المتوافق مع دستور 2014. نعم. وبالتالي النسب اللي محطوطة في دستور 2014 بهذا التشابك اللي فيها صعب جدا انك تطبقه في القائمه النسبيه، وبالتالي يعني احنا بنقول ان القائمه المطلقه المغلقه مع جزء النظام الفردي هو النظام الانسب
المفروض نطبقه على الأقل عشان نسرع بإجراء انتخابات المجالس المحلية. يمكن المشاركة السياسية في مصر محتاجة فعلا ان احنا ننشطها شوية. داخلين على انتخابات رئاسة وانتخابات برلمانية وانتخابات شيوخ، فاحنا الحقيقة اقترحنا ان يبقى فيه يعني دور للمجتمع المدني، دور للأحزاب، دور للإعلام، نتواصل مع الناس في دوائرنا بحيث نحس المواطن على المشاركة السياسية. أهلا بحضراتكم من جديد. اليوم وبرعاية مصرية انطلقت في مدينة العلمين الجديدة أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والاجتماع كان بيبحث بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية آخر التطورات للقضية الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجه القضية الفلسطينية. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذا اللقاء، لقاء العلمين للفصائل الفلسطينية الفاعلة في المشهد الفلسطيني. معنا دلوقتي على الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. مساء الخير على حضرتك يا فندم. لقاء العلمين اليوم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، كيف يمكن الوصول لرؤية وطنية سياسية فلسطينية موحدة ضد جيش الاحتلال؟ يعني أولا مساء الخير لحضرتك ولكافة المشاهدين. قلت في المقدمة أن في ظل الاقتحامات والاعتداءات اللي بتقوم بها إسرائيل، كيف يمكن تحقيق رؤية ومقاربة ومصالحة؟ ده مختصر الكلام، وده اللي خلى مصر تحركت لاستضافة هذا المؤتمر. هذا اللقاء كيف تم؟ في بداية هذا الشهر إسرائيل قامت بعدوان كبير على مدينة جنين، اقتحمتها، دمرت أحياء فيها، قتلت أكثر من 12 مدني، أصابت العشرات وشردت الآلاف. جزء كبير من سكان جنين تركوها لما دمرت منازلهم، وكان بمثابة نكبة جديدة. الرئيس أبو مازن يوم 10 يوليو دعا للقاء للأمناء العامين للفصائل. مصر التقطت الدعوة لأنه كان ممكن يدعو الاجتماع لكن لا يتم لعدم وجود مكان. بعض قادة الفصائل لا يستطيعوا دخول الأراضي الفلسطينية. دول عربية كثيرة يأست من المصالحة ومن لقاءات الفلسطينيين، لكن مصر اللي راعت اللقاءات واللي اخترع المصالحة واللي اخترع كل ما يهم الفلسطينيين من أجل الحل، قالت لهم تعالوا أهلا بيكم في مصر. انعقد اللقاء اليوم وسط تأكيدات على أنه دي إحدى الفرص الأخيرة، يعني قبل ما يأتي ما هو أسوأ. عارفين دلوقتي اللي بيحكم إسرائيل حكومة شديدة التطرف، شديدة اليمينية، حكومة الولايات المتحدة نفسها بتنتقدها، وده شيء طبعا يعني نادر في السياسة الأمريكية. والرئيس بايدن بيقول إن هذه الحكومة تشبه الحكومة اللي كانت موجودة في 73، واللي كانت من أسباب هزيمة إسرائيل كما يرى الرئيس الأمريكي. مصر استضافتهم، وفرت لهم كافة سبل وسهلت لهم عقد اللقاء اليوم، وعقد اللقاء. ورغم ان اللقاء انتهى على يعني دعوة لتشكيل لجنة وطنية من أمناء الفصائل اللي حضروا النهاردة لمناقشة أو للبناء على ما تم مناقشته، وستكون هناك دعوة جديدة، لأن مصر ما زالت وستواصل مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب الجميع حتى يصلوا إلى مرحلة المصالحة، لأنه بدون هذه المصالحة الكل الفلسطيني خسران. صحيح. الضفة بتتعرض لعدوان يومي، اقتحامات لجنين ونابلس وطول كرم وسلفيد، وكل حتة في الضفة شهداء بشكل يومي منذ بداية العام. غزة محاصرة، السلطة بتعاني أزمات مالية
حماس بتعاني أزمات مالية، في نفس الوقت اليمين الإسرائيلي يتغول ويزداد عداؤه للفلسطينيين، وبيزداد في يعني عملية الاستيطار اللي بيقوم بيها، وبالتالي فليس أمام الفلسطينيين سوى الجلوس والتفاهم والتفاوض للوصول إلى مصالحة. ومصر يعني تتحمل بصبر كبير جدا الخلافات الفلسطينية والمناكفات ولا تيأس، و15 سنة وهي تستضيف الفصائل الفلسطينية على أمل المصالحة في النهاية. صحيح، يعني يمكن 15 سنة من هذه اللقاءات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، لكن عايز أسأل حضرتك، يمكن لو صح هذا التعبير، هل لمست اليوم نظرة واقعية من الفصائل الفلسطينية للقضية الفلسطينية وسبل واقعية لحل أهم القضايا اللي ممكن تحمي الشعب الفلسطيني؟ يعني بصراحة لا، يعني كنت أتمنى أنه عندما تأتي الفصائل إلى القاهرة لا تبحث في الملفات من بدايتها. ما بحث في الماضي قد بحث، مش عايزين نرجع تاني نفتح الملفات وناخد القضايا الشائكة، لأنها بحثت مئات المرات، بحثت في مصر عشرات المرات، في السعودية، في الجزائر، في ماليزيا، في لبنان، في السودان. فكان يجب أن تكون هناك واقعية وأن نبدأ من حيث انتهينا. ومصر في 2017 تم توقيع اتفاق مصالحة أقسم قادة حماس على تنفيذه، ولكن الصف الثاني والثالث في حماس أوقفوه. موظفين يعني ليسوا في مراكز قيادية خرجوا المسؤول السلطة اللي رايحين يستلموا الوزارات والهيئات وقالوا لهم توظفونا وتدونا مرتبات وإلا مش عايزين مصالحة، وتعطلت المصالحة. لازم نبدأ من هنا، لازم نبدأ من حيث انتهينا. الفلسطيني ليس لديه رفاهية إضاعة الوقت، كل يوم يمر الأزمات الاقتصادية تزيد والأزمات السياسية تزيد. صحيح. وإسرائيل لكي تتوحش ضد الفلسطينيين. نتنياهو يعني ممكن في المرحلة الجاية علشان يقدر يهدئ الاعتراضات والمظاهرات ضده ممكن يقوم بمزيد من الاعتداءات. اليمين بيزداد شعبية كلما ازداد تغول على حقوق الفلسطينيين. العالم كله مشغول بالحرب الروسية الأوكرانية. صحيح. كل دولة عربية لديها مشاكلها وتغيرات دولية يعني عظيمة وتغيرات اقتصادية تؤثر على العالم كله، إنما ملف المصالحة الوطنية برأيك أستاذ أشرف، ما هي ملامح الخطة المفترضة لتحدث الفارق في هذا الملف وتحمي للشعب الفلسطيني حقوقه؟ هي خطة بسيطة جدا، هي أن نتصالح أولا وتجرى انتخابات، وعندما يختار الشعب الجهة اللي يختارها الشعب في الانتخابات هي اللي تمشي برنامجها. حماس بتقول أنا برنامج مقاومة وجزء من البرنامج بتاعي أحارب إسرائيل. السلطة بتقول يا جماعة إحنا عملنا اتفاقيات والعالم معترف بينا وبناخد مكاسب في الأمم المتحدة ومنظمات اعترفت بينا ودول اعترفت بينا. خلونا نمشي على النهج ده، المقاومة السلمية، إن إحنا نكسب تعاطف العالم. السلطة يعني لديها رؤية وحماس لديها رؤية، لكن على الأرض الاثنين متقاربين. على الأرض حماس نفسها برغماتية في التعامل مع إسرائيل، بتحمي حدود غزة، ما فيش تغول يعني ما فيش حد يقدر يتسلل باتجاه إسرائيل يقوم بعملية أو غيره. في تهدئة، العدوان الإسرائيلي الأخير واللي قابله على غزة استهدف الجهاد نفسه، حماس ما دخلتش. فعمليا الاثنين متقاربين. نظريا هناك دائما من يعلي في الطلبات وفي المواقف علشان الشعبية، لكن في النهاية لابد أن ينزل الجميع على الأرض ويتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات والعمل بهدوء لكسب يعني تعاطف المجتمع الدولي، لأن كل سنة بتمر مزيد من الأراضي إسرائيل بتهضمه، مزيد من الاستيطان، مزيد من المستوطنين. وبالتالي إن احنا نحل النهاردة
افضل ما نحل بكره. المهم انه يبقى في كتله فلسطينيه واحده بتمثل الشعب الفلسطيني ككل وليس فصائل. يعني الصراع بينها منهك أكثر من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. صحيح إنها المصالحة الفلسطينية وحدها تحمي حقوق الشعب الفلسطيني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معانا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. نروح مع حضرتكم لموضوع تاني والحقيقة موضوع بيمس يعني كل بيت وكل أسرة لأنه مرضى الضغط العالي في كل أسرة تقريبا. تقريبا في حقنة بيتم تطويرها باحثين أمريكيين بيشتغلوا عليها. الحقنة دي تتاخد كل 6 شهور للناس اللي عندها ضغط عالي وتقريبا انها محققة نجاح يعني كبير. والتجارب الأولية ليها بتقول انه حقنة واحدة كل 6 شهور تكفي لان احنا نحافظ على مستوى ضغط منضبط. وعايزين نعرف بقى ايه التفاصيل وازاي الدواء ده تم تطويره وهيكون موجود امتى و يعني هيتوفر. شركات الادويه ابتدوا يشتغلوا عليه، ايه اللي بيحصل؟ خلينا نفهم بالتفصيل من المتخصصين. معانا دلوقتي عبر الهاتف دكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه وعميد معهد القلب السابق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني ايه الحقنه الجديده الخاصه بمرضى الضغط وايه الفرق اللي هتعمله وهتكون متوفره امتى واخبار التجارب بتاعتها ايه؟ دكتور جمال حضرتك سامعني؟ طيب الحقيقة أنه أي حديث عن يعني علاج جديد سواء للأورام لمرضى السكر لمرضى الضغط بيحمل الكثير من الأمل لأنه أكيد حضراتكم طبعا عارفين اللي عنده ضغط ده بياخد دواء تقريبا بشكل يومي. لكن مسألة أنه يكون في يعني حقنة بتتاخد كل 6 شهور ده طفرة كبيرة جدا لو تحققت هيكون الموضوع هايل. خلينا نرجع لدكتور جمال. معانا دلوقتي على التليفون دكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه وعميد معهد القلب السابق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. والحقنه الجديده الخاصه بمرضى الضغط وتفاصيل هذا العلاج. مساء الخير وتمنياتي لقلوب المصريين والعرب والانسانيه كلها تكون بصحه وسلام وخير وعافيه. امين يا دكتور اللهم امين. حضرتك قلت ضغط الدم المرتفع ده بيمس كل بيت، كلام حضرتك صح. واحنا في المبادره الرئاسيه لقينا ان حوالي 25% من المصريين البالغين عندهم ضغط الدم مرتفع، يعني كل 4 في واحد عنده ضغط الدم مرتفع. وفي القاهره والعاصمه الكبرى والعواصم الحضريه ممكن النسبه ترتفع الى 30%. ده ليه اسباب يعني يا دكتور؟ كل 3. طبعا الشد العصبي والزحمه والتلوث والتوتر وايقاع الحياه وضغوطات الحياه واستعدادات وراثيه ونقص الرياضه والتدخين وعدم ممارسه الرياضه بانتظام. كل ده ممكن يؤدي الى ضغط الدم المرتفع بالاضافه الى الاستعداد الوراثي طبعا. فضغط الدم القاتل الصامت، لذلك احنا لازم نكافحه، لازم نكتشفه مبكرا ان احنا لو ظبطناه بنحمي القلب وبنحمي المخ وبنحمي الكلى نسبة عالية جدا من أمراض الفشل الكلوي نتيجة ضغط الدم المرتفع اللي محدش مشخصه. القاتل الصامت ده يا دكتور كلام يخوف. أنا إزاي أعرف إن أنا إزاي أعرف إن أنا ممكن أكون معرض لضغط الدم القاتل الصامت؟ اللي عنده تاريخ عائلي مثلا الوالد والوالدة بياخدوا أدوية ضغط، طلعت لقيت والدي ووالدتي بياخدوا أدوية ضغط، لازم من سن الـ20 أبدأ أقيس الضغط بتاعي على الأقل مرة كل 2 3 شهور. ولو لقيت الضغط عالي مش لازم بالتبعية هبدأ علاج ضغط من أول لحظة، ممكن أبدأ أغير نمط حياتي، أقلل الملح، أقلل المخللات، اقلل الانفعالات، اخلي نفسي هادي، ابتعد عن السجاير، ابدا امارس رياضه، اظبط وزني، كل حاجه دي ممكن تساعد في ضبط الضغط. ليه العلماء لجوا الى بقى ادويه مثلا تتاخد مره او مرتين في السنه؟ الحياه التقنيه دي هتبقى هي فعلا الصيحه في المستقبل القريب في كل الحاجات. يعني في الكوليسترول هتبقى برضه ان شاء الله العمليه هتنتهي بدل ما اخد حبايه وحبايتين في اليوم الى حقنه كل 6 شهور ويمكن سنه. السكر حتى من النوع الاول كنت لسه اقول لحضرتك يا دكتور على غير الحقن السكر. السكر والكوليسترول والضغط اهوت، وفي حاجات تانية كتير، الدهون، هتبقى كل الحاجات تقريبا. واللي فتح الباب هي تقنيه اللي هو الار ان اي، الحاجات بتتفاعل مع الجين فبتمنع ممارسه بعض الانزيمات او شغل بعض الانزيمات، مثلا زي في حاله الضغط اللي هو انجيوتنسينوجين ده بيتكون في الكبد، هو الحقنه دي هتوقف نشاطه عن طريق رساله بنحرك فيها الار ان اي اللي موجود في الخليه يدي سيجنالز يمنع نشاط هذا الانزيم لمده مثلا 6 شهور وبعد كده ياخد الحقنه الثانيه. اعتقد قدامها تبقى مره في السنه
وقدام قدام هيبقى زي فاكسين ممكن يتاخد مره كل فتره طويله. واعتقد اديتنج او جين او جينوم دي بقى الصيحه الكبيره، ان هو بقى عارف مثلا من الولاده بعد الولاده ان الشخص ده ممكن يبقى مريض في المستقبل، نبدا نغير في الجين بتاعه، ده هيحصل ان شاء الله قريبا ايضا. لكن قلت لكم من العلم اللي قليلا، وكل شويه ربنا بيوارب البوابه شويه، بيفتح لنا ابواب العلوم والمعرفه. وبعد ما كان الواحد بياخد دوين وثلاثه واربعه في اليوم واقراص وضغط مش مظبوط، هتبقى شك ابره بس كل ست شهور عشان ما يقولش نسيت الدواء امبارح، اصل ممل انا زهقت من الدواء. هيعافينا من حاجه اسمها الكومبلاينس، يعني دي مشكله تقابلنا في الاعراض اللي هي بتطول شويه زي الضغط والسكر. يعني يا دكتور، مريض السكر اللي كان بيحقن نفسه مره ومرتين يوميا لما يتحقن كل شهر اكيد اسهل. الاطفال الواحد بقى تعلم عشانهم قوي، كل شويه يتشكشك ومره تيجي وثلاثه في اليوم، بتبقى شكه واحده وممكن شكه كل سنه، يعني في الاول هتبقى كل ست شهور، واعتقد في السوق هتبقى كل سنه. حضرتك بتقولي انت هتبقى في الاسواق يمكن ان شاء الله في خلال سنه او اثنين، لان هو برضو الحاجات النتائج الاولانيه كانت مبشره جدا، والتقنيه دي تم تجربتها في الفاكسينز بتاع خلي بالك اللي استفدناه من كوفيد وبذره النافعه. تقنيه الار ان ايه الفاكسينز اللي اتعملت بالار ان ايه، انا ساعتها حتى قلت ده فتح مبين، هو انك تدخل تدي رساله للخلايا تطلع بروتينات معينه، توقف مش حاجات معينه او تنشط حاجات معينه. دي ظهرت مع كورونا مع كوفيد، الوجه المفيد بقى من كوفيد، عرفنا هذه التقنيه، وده احنا بدانا نطبقها على الامراض المزمنه اللي معذبانا بالشكشكه وبالاعراس اللي هي كل يوم وبنزهق منها، ممله ومؤلمه للاطفال. فان شاء الله دي تبقى فتح مبين في علاج ضغط الدم ومثيلاتها بقى في السكر والكوليسترول والامراض المزمنه. دكتور، هل في من النتائج الاوليه مثلا فئات معينه مش هيبقى مسموح لها تاخد الحقن دي؟ هي بص حضرتك بعد تطوير الحقنه بقى بنبدا نتابع، يمكن فيز 1 بيبقى لسه، لما نوصل بقى لفيز 2 وفيز 3 هنبدا بقى نشوف الاعراض الجانبيه الكبيره بتاعتها ومين ممكن اللي يستثنى. لكن طبعا هي هتبقى مش في السيفير هايبرتنشن، يعني هتبقى برضه في الضغط العالي المزمن الجامد قوي، هتبقى برضه اللي هو جه متاخر. ودي برضه نرجع لكلمه حضرتك الاكتشاف المبكر، نعرف ان انا مريض ضغط وما استناش لما تظهر الاعراض، فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط، اعرف رقمك، الارقام الحيويه دي بتاثر على حياتك وبتمس مستقبلك الحقيقي. الارقام الحيويه دي اللي هي ايه يا دكتور؟ عشان دي فرصه ان حضرتك يعني معانا فنوعي الناس. ضغط الدم مثلا تبقى عارف، والضغط ده رقم من بسط ومقام، يعني ما ينفعش تقول لي الضغط 120 كام على كام؟ كام على كام؟ بسط ومقام المثالي 120 على 70. الامريكاني يقول لك من اول 140 على 80 لا ابدا استنى بقى انت من الضغط، الاوروبيين يمكن مزودينها شويه يقول لك 150 90. واحنا كمصريين ايه بقى بنقول ايه؟ انا اميل الى التعريف الاوروبي 150 على 90، ابدا بقى ايه ممكن افكر في الادويه. لكن من 140 على 80 اقول له لا استنى يا حبيبي انت وزنك جاب شويه، يعني سمنه البط كرشك زايد، انت بتاكل مخللات ميه كتير، انت منفعل طول الوقت، انت بتدخن سيجاره من سيجاره، هدي نفسك بطل السجاير اتحرك شويه خس، يعني غير الجو اللي انت عايش فيه كل اسبوع او اسبوعين، ما عندكش رفاهيه ان شاليه في الساحل او السخنه، روح بلدك يا اخي وتمشى في الخضره شويه. الحاجات دي كلها ممكن تعمل كنترول وتحكم في الضغط في المراحل الاولى. لو ما حصلش ضبط بقى هنضطر ناخد قرص ضغط مرحليا لغايه ما الحقنه دي تيجي، هتبقى كل ست شهور ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب السابق، شكرا جزيلا يا دكتور على وجود حضرتك معانا. يمكن توصيات الدكاترة المتواصلة بأن احنا نحاول على قد ما نقدر يعني نبعد بنفسنا شوية عن ضغوط الحياة وضغوط العمل اللي بالتأكيد كلنا بنتعرض لها بأشكال مختلفة، وأيا كانت الطريقة اللي ممكن تحمي قلبك من الضغط ده لازم تتبعها ولازم ننتبه، لانه احنا كتير من الاحيان بناخد كلام الدكاتره ده على انه يعني كلام كده مسلم بيه وانا هاخد الدواء وخلاص، لكن بنتفاجئ وبنتفجع بموت شباب زي الورد في سن صغير، ونسمع عن نوبات قلبيه ونسمع عن يعني ازمات قلبيه مفاجئه وهو كان زي الفل بالنسبه لنا. فهي مساله الاكتشاف المبكر لأي اضطراب في الضغط أو السكر أو الأوعية الدموية، ده شيء مهم جدا إن احنا ننتبه له جميعا، وربنا يسلم قلوب المصريين والعالم بكل خير دايما. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وبرضه هو موضوع له علاقة بالقلب، والناس كلها تبقى قاعدة على أعصابها وبتستنى وتستقبل نتيجة الثانوية العامة. أولياء الأمور بيبقوا مستنيين ومنتظرين نتيجة الثانوية العامة بفارغ الصبر، ازاي واحنا مستنيين النتيجه نبقى هادين ومهيئين نفسنا
على انه النتيجه اللي جايه دي اللي هي نهايه المطاف ولا هي اللي هتحدد اللي جاي، لكن هي مجرد انتقال من مرحله الثانويه عامه للي جاي بعد كده. نستقبل النتيجه ازاي ونهيئ اولادنا ازاي لاستقبال النتيجه، لانه المفترض انه الكبار يكونوا مهيئين اصلا لمواقف زي دي وعدوا بيها قبل كده. خلينا نتكلم مع المتخصصين. دكتور محمد عادل استاذ الطب النفسي، مساء الخير على حضرتك يا دكتور، والاجواء المناسبه لاستقبال نتيجه الثانويه العامه داخل كل اسره. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مصر وكل المصريين، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك بخير. ويوم زي كده طبعا كل المصريين في انتظار النتيجه وانتظار، ويا رب ان شاء الله كل الناس تيجي لهم النتيجه بشكل يسعد كل البيوت، زي ما حتى تصريح وزير التربيه والتعليم النهارده ان كل البيوت هتبقى سرحانه، فاحنا نتمنى ان كل ده يبقى خير ان شاء الله للكل. طبيعه الحال ان نتيجه الثانويه العامه دي حاجه بتحصل كل سنه، وزي ما كلنا عارفين وزي ما كلنا بنتكلم وزي ما كل بيتكلم الفترات اللي فاتت ان الثانويه العامه مش نهايه الدنيا، وان مش هي دي اللي بتحدد المستقبل ولا هي دي اللي بتحدد مين ناجح ومين فاشل. وزي ما انتم ملاحظين في الفتره الاخرانيه، الكلام ده طبعا للاهالي ولازم الناس كلها تاخد بالها منها، ان كان فتره من الفترات كان دايما الجهه الوحيده اللي بتقدر تبقى فيها مثلا حد كويس يكون يا اما دكتور يا اما يكون مهندس، وهم دول اللي كانوا بيكسبوا فلوس بشكل كويس. لا دلوقتي حاليا لا، ممكن اي حد بيكسب فلوس، ويمكن الدكتور والمهندس هم اقل الناس اللي بيكسبوا فلوس، وممكن واحد تاني يكون مش دكتور ولا مهندس وبيكسب فلوس اكتر كتير، وبالتالي مستقبله يكون مأمون اكتر بكتير من فكره ان لازم يبقى ابني دكتور او مهندس. كتير من الاهالي بيحطوا امالهم ولسه عندهم فكره الثقافه على اولادهم. لازم نحط في دماغنا ان الاولاد دول بشر زينا، وان هما مضغوطين ومضغوطين يمكن كمان اكتر من الاهالي لضغطين لحاجتين. الحاجه الاولانيه ان الولد نفسه عايز يحقق لنفسه حاجه كويسه ويضمن لنفسه مستقبل كويس ويخش كليه كويسه وعنده الامل ده. والحاجه الثانيه انه مش عايز يخذل اهله اللي هم كانوا موجودين في ظهره في اثناء الثانويه واثناء الدروس واثناء الحاجات زي كده، له مجهود كبير وفلوس وحاجات زي كده عشان الدراسه. فالولد يوم النتيجه بيبقى قاعد يسمع الخبر وبيبص على اهله، بص على نظرات لاهله. لو حس ان في نظره اهله نوع من انواع الاحباط والانهيار او الكسره اللي بتحصل عند بعض الاهالي، دي بتبقى بالنسبه له صدمه كبيره جدا. يمكن هو ما يكونش مدرك ان هو جاب درجه مش كويسه او حاجه زي كده، بس هو نظرته لعين امه او عين ابوه دي ممكن تكسره اعلى بكتير من كده. والمداخله اللي حضرتك كنت لسه بتقولوها دلوقتي مع الاستاذ دكتور في القلب كلام ده، بيقول ان الواحد ممكن يكون مع صدمه مع توتر زايد مع قلق زايد، ويكون الولد مثلا ما كانش معروف عنده ضعف في القلب او اي حاجه، فنلاقي ان بنسمع ان ممكن واحد يزعل يجيله حاجه وحشه او يروح فيها او حاجه زي كده. او بعض الاولاد لما يحسوا بايه هم كانوا سبب في احباط الاهالي، فبيروحوا يعملوا حاجات انه ممكن ينهي حياته بايده او يتصرف تصرف مش مناسب، لان الاطفال او المراهقين في السن ده بيبقوا لسه مش مدركين قوي افعالهم بشكل كبير، وفي عندهم درجه عاليه من الانفعاليه. عشان كده انا بنصح كل الاهالي مبدئيا، اول حاجه ابني هو ابني، انا لازم هحبه مهما كان، هحبه بمميزاته بعيوبه بنجاحه بفشله، انا معاك وفي ظهرك، ودي الرساله اللي لازم اوصلها وكل الاهالي لازم يوصلوها لاولادهم. ان انت ابني وانا هفضل هحبك، ناجح هحبك، فاشل هحبك، ما جبتش سكور هحبك، جبت سكور هحبك، دخلت طب هحبك، دخلت تجاره هحبك، انا معاك وهفضل داعم ليك. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، دعم الأهل الغير مشروط وحب الأهل لأولادهم الغير مشروط، دي نقطة مهمة، لأنه بقى مرتبط في أذهان الولاد عامة إنه أمي هتحبني لما أعمل كذا اللي هو يرضيها،
ابويا هيحبني لما اعمل كذا اللي هو يرضيه، بغض النظر عن انا عايز ايه وده الطريق اللي انا اتمناه ولا لا، لكن هو طريق رضاهم بالنسبه له اللي بالتاكيد هو طريق يحمل الكثير من الخير، لكن احيانا بيكون في تعارض في الافكار، محدش سمعه اصلا، محدش عارف هو عايز يعمل ايه. صح كده، هو ده الحته اللي هي لازم توصل للطفل، لان الطفل او المراهق في السن ده ممكن تكون واصله له ان اهلي كرهوني لان انا جبت درجه وحشه، او اهلي ما عادوش بيحبوني، ودي مش حقيقه، يعني ما فيش حد مننا بيكره اولاده مهما حصل. فلازم الرساله دي نوصلها لابننا سواء قبل ما النتيجه تبان او بعد ما النتيجه تبان، وخاصه لو النتيجه طلعت مش حلوه. على فكره لو النتيجه طلعت مش حلوه ولقى ان اهله احتضنوه وخدوه في حضنهم وقالوا له يا ابني انا واثقين فيك والنتيجه دي مش نهايه الدنيا واحنا معاك وكده كده معاك، الولد ده هينجح جدا بعد كده. لكن لو حس ان هو اصبح يعني منبوذ او حس ان الناس بعدت عنه او نظرت له نظره وحشه هيبقى عنده احباطين، احباط ان هو ما حققش اللي هو عايزه او حس بالفشل، واحباط ان هو خسر اهله اللي هم الداعمين ليه وكل حاجه، وهنا ممكن يتصرف اي تصرف مش ايجابي وهيفضل طول عمره النظره ديت ما تتنساش من عمره، وممكن تاثر عليه وتحسسه ان هو يفقد الثقه في نفسه. لكن لو حس ان اهله موثقين فيه ومؤكدين فيه حتى لو ما جابش نتيجه كويسه، ازاي يجددوا الدوافع يا دكتور لحد ما جابش النتيجه اللي هو بيتمناها؟ ازاي ممكن نجدد له دوافع انه يكمل ويشوف طريق مختلف يعني لانه في ناس تبقى حاطه دماغها في حاجه معينه لو ما جاتلهاش ما بتعرفش تعدل المسار. لان بص اقول لك حاجه، ما فيش حاجه اسمها خطه واحده ثابته في الحياه كلها. صحيح، في كذا توجه، انا لو مشيت في الطريق ده وما نفعتش لازم اعمل طريق ثاني، لو ما فيش طريق ثاني هعمل ثالث ورابع، وما فيش حاجة اسمها ان الطريق ده هو الوحيد اللي بيؤدي الى النجاح. ولو دورنا مثلا هتشيجي تشوفي في دلوقتي بوستات موجودة على الفيس، في ناس من الفنانين جايبين سكور عالي جدا، في ناس جايبين 50% وبرضك ما شاء الله ناجحين. نفس الفكرة، في ناس كتير بيتكلموا على ان في ناس كتير ممكن يكون اول الدفعة بتاعنا ده ممكن يكون راجل كويس جدا، وممكن اخر الدفعة بس يكون عنده توجهات تجارية، توجهات مادية، توجهات تانية. فلازم ابدا اشوف ابني عنده ايه المهارات اللي هو عنده، مفيش واحد ما عندوش حاجه، ممكن تكون قدراته المعرفيه او العلميه او الدراسيه مش هي الاول، بس قدراته العمليه اعلى، يبقى انا هركز اكتر ان انا ادخله في مجال عملي، ان انا هركز اكتر ان ادخله مثلا في مجال رياضي، ادخله في مجال يقدر يطلع فيه الابداع بتاعه ويحس بيه في النجاح بتاعه، المهم ان هو يحب الحاجه اللي هو هيخش فيها ويشتغل عليها، وان هو يبقى عارف ان كل الدراسه في الثانوي او المراحل دي ما هي الا ديت المعلومات الاساسيه اللي المفروض الناس تبقى عارفينها، مش هي ديت اللي بتقول مين كويس ومين وحش، لان الكويس والوحش هو بعد كده اللي بيشتغل على انه يطور نفسه ويقدر ينتج في المجال بتاعه عشان كده بعد كده يبقى كويس او وحش. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عادل أستاذ الطب النفسي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16 والفعاليات بتتم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والانطلاق كان امبارح ومستمر لحد يوم 14/8. الحقيقة بداية يعني غاية في الروعة، الحقيقة حدث فني مهم جدا يعني الحفاظ على التراث المسرحي الكبير على مدار السنين اللي فاتت، والمشاركة كبيرة جدا في هذا المهرجان، عروض مستمرة طول مرحلة المهرجان، وبالتأكيد مهم جدا ان احنا نقول ان دي عروض مجانية، تابعوا اللي بيحصل على الصفحة الرسمية للمهرجان، تابعوا كمان في تطبيق ممكن تقدروا تعرفوا منها العروض المقدمة والمشاركة. دورة 16 برئاسة الفنان الجميل المحبوب محمد رياض، دي دورة تحمل لقب الزعيم عادل إمام، في كتير من المكرمين اللي احنا بالتأكيد بنحبهم كلهم من كل قلبنا. خلينا اقول لحضراتكم بعض الاسامي: صلاح عبد الله، سامي عبد الحليم، رياض الخولي، طبعا مع احترامي واحتفاظي بالالقاب، الفنان رضا الشامي، مصممه الديكور نهى براده، الفنان القدير محمد محمود، محمد ابو داوود، احمد فؤاد سليم، محمد السيد عيد، الكاتب الكبير خالد الصاوي. بنحبكم جميعا وبنتمنى من قلبنا استمرار المسرح المصري بكل يعني تاريخه العظيم، ودعوة لكل الجمهور انه يروح المسرح ويشوف ويشارك
كل العروض مجانية، تقدروا تتابعوا على صفحة المهرجان وكمان على التطبيق الخاص بالتطبيق الخاص بالمهرجان، تروحوا وتستمتعوا بهذه العروض المسرحية. شكرا لكل القائمين على هذا المهرجان في دورته 16، وكل توفيق لهذا المهرجان وكل العروض المقدمة والقائمين على العمل هناك. نروح مع حضراتكم نشوف تفصيل يعني تقرير من داخل المهرجان، ونرجع نطلع فاصل ونكمل كلامنا بعد الفاصل. بهني كل الفنانين من مسرحيين ومن مؤلفين ومن نقاد ومن مسمى استعراضات، كل من له علاقه بالمسرح بهنيهم بالدوره 16، وبقول لمحمد رياض وياسر صادق الف 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 مبروك، وبحييهم على ما قدموه من جديد. جيلنا يستحق وبيعمل كل حاجه وبيقدر يعني يعطي ويقدم الجديد في الفن المصري. دوره باسم الزعيم عادل امام، وده شيء بيسعدنا كلنا كمسرحيين، وبيسعدني بشكل خاص يعني ان في صداقه بيني وبينه واعمال كثيره، فانا سعيد ان انا بقى اكرم في دوره بيزينها عادل امام. والله طبعا انا مبسوطه جدا ان احنا النهارده يعني الدوره باسم الزعيم عادل امام، واتمنى يا رب ان محمد رياض ربنا يوفقه ويكلل نجاحه يا رب بمجهوده الكبير، ويكلل بالنجاح ان شاء الله، لانه تعب قوي 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 وعمل مجهود كبير، واتمنى ان هو ان شاء الله يعني تبقى دوره مختلفه ومميزه عن كل الدورات ان شاء الله. انا سعيده جدا انها تحمل طبعا اسم الزعيم عادل امام، هو يستحق وهو لها. وبعدين يعني احنا بنحاول من خلال تواجدنا، انا من خلال مثلا صالوني الثقافي، عشان نكرم زملائنا حبايبنا اللي على قيد الحياه. يا رب الجهد اللي بذله محمد رياض وفريق العمل اللي معاه يعني يثمر عن نتائج مشرفه تليق بجمهور المسرح المصري وبالحركه النقديه المصريه وبالفن المصري. سعيده جدا باختيار النجم الكبير الزعيم عادل امام كرمز للدوره، لانه طبعا عمل مسرحيات مهمه جدا جدا، علامات في المسرح المصري. سعيده جدا باسامي المكرمين اللي يستاهلوا فعلا التكريم كمسرحيين وعلى اعمالهم المسرحيه. دايما الزعيم له تاريخ وتاريخ للحركه المسرحيه والحركه السينمائيه والتلفزيون، اصلا على مستوى السينما وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى المسرح، هو عنوان لينا في مصر والوطن العربي وفي اوروبا. ده ذكاء وشغل هايل من محمد رياض ان تحمل هذه الدوره اسم الزعيم عادل امام. سعيد كمان باهداء هذه الدوره لفنان عظيم جدا، من اهم واكبر فناني مصر والوطن العربي عبر التاريخ الفني كله، سواء المسرحي او السينمائي، والفنان الكبير عادل امام طبعا. الف مبروك مهرجان القومي للمسرح الدوره 16، الف مبروك لنجمنا الجميل الاستاذ محمد رياض، بحييه على كل المجهود، وبحيي وزاره الثقافه، وبحيي كل القائمين على المهرجان على مجهودهم الواضح، واتمنى للدوره التوفيق. دوره تحمل اسم الزعيم عادل امام، ودي حاجه يشرف لينا كلنا. واضح من الزحام ان الناس جايه مبسوطه وسعيده بتكريم عادل امام، سعيده برئاسه محمد رياض، فنان محمد رياض للمهرجان. اقول ان اي احتفاليه فنيه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دي هي انتصار للفن في مصر اللي اتحارب كتير قوي 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 قوي. مجهود ممتاز جدا من رئيس المهرجان الاستاذ محمد رياض، هذا النجم الخلوق يعني، وده باين كمان من كل ادواته، ادوات كلها شيك وقيمه تليق بالمسرح المصري. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في بدايه الحلقه كنا بنتكلم معاكم عن استئناف جلسات الحوار الوطني تحت شعار المساحات المشتركه بين الجميع، وده مهم جدا، وهدف اولي من بدايه جلسات الحوار الوطني هو البحث عن مساحات مشتركه وحلول واقعيه ومختلفه للقضايا المطروحه داخل جلسات الحوار الوطني. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن استئناف هذه الجلسات مع سياده النائب محمد عزمي، النائب بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك، منورنا. مساء النور، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. استئناف جلسات الحوار الوطني يدل على شيء، يدل على حرص الدولة على استمرار هذه الجلسات، وكمان حرصها على النتائج والمخرجات الخاصة بالحوار الوطني.
يعني النهاردة كانت عودة الجلسات وجولات الحوار الوطني بعد توقف من عيد الأضحى. والحقيقة النهاردة كان في أكثر من جلسة سواء على مستوى المحور السياسي ومناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومناقشة تعديلات قانون حقوق سياسية. الحقيقة كان في أيضا لجنة المحليات ولجنة العمل النقابي في نفس الوقت بيناقشوا المقترحات الخاصة بيهم. عودة الحوار بهذا الشكل اليوم زي ما حضرتك ذكرتي أولا يثبت الإرادة السياسية للسيد الرئيس في استكمال والدولة في استكمال هذا الحوار، وإنه يعني يبقى معبر عن كافة طوائف المجتمع النهاردة، انفتاح على كافة الآراء. طبعا التنوع اللي كان موجود النهاردة سواء من أنا كنت موجود في جلسة مباشرة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتنوع اللي كان موجود سواء من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات العامة أو من المختصين والمهتمين بهذا الشأن كان محترم جدا، واللي انعكس على التوصيات وعلى الحلول والأطروحات اللي كانوا بيتكلموا عليها كل الزملاء المتحدثين. الحقيقة النهاردة أدلوا بدلوهم في كافة المواد الخاصة بهذا القانون ورؤيتهم وأفكارهم لتطوير وإحداث تنمية سياسية. كانت مناقشات يعني جيدة للغاية، عبر فيها الجميع عن آرائه بدون وجود سقف لهذا الطموح أو للأفكار. كل الناس اتكلمت على الأفكار اللي ممكن نشوفها لتطوير شكل الانتخابات وشكل الاقتراع، شكل التمثيل النيابي وما إلى ذلك من مواد داخل قانون مباشرة الحقوق السياسية. الحاجة اللي كانت مهمة جدا برضو داخل الجلسة هي بحث كيفية زيادة نسب المشاركة. النهاردة المشاركة داخل الاستحقاقات المختلفة أو الانتخابات يعني لا تتعدى 30%. إزاي نقدر نوصل بهذه النسب إلى 50% و60%؟ ده كان برضو محور مهم للنقاش. وأهم الاقتراحات اللي تقدمت في هذا الصدد، لأنه مسألة المشاركة دي مسألة غاية في الأهمية، لأنه الحديث عن الانتخابات يترجم أول ما نتحدث عن المشاركة في الانتخابات طبيعي. والفئات المختلفة اللي لابد أنها تشارك وتساعد صناع القرار في الوصول لأرضية مشتركة ومساحات مشتركة للقفز على أي خلافات لحلول لقضايا جذرية تهم الجميع. لا خليني أقول لحضرتك أن كل المتحدثين زي ما ذكرت تحدثوا في حلول، منهم من اقترح حافز إسابة، منهم من اقترح أن تتم الانتخابات على مدار أيام متعددة بحيث الجميع. لكن أنا خليني أقول لحضرتك على اقتراحي اللي تقدمت بيه أو الطرح اللي أنا كنت بتبناه وذكة رأي اليوم عن فكرة التصويت عن بعد في الانتخابات. إزاي تمتلك الدولة المصرية آلية واضحة وصريحة للتصويت عن بعد، وده اتسق مع التحول الرقمي اللي احنا طول الوقت بنتحدث عنه. احنا محتاجين ان احنا نتواكب مع الجمهورية الجديدة اللي مصر فيها هذه الايام، واللي الحقيقة الشعب المصري كله بيشارك في بنائها. وعندما نتحدث عن تنمية سياسية يجب ان نتحدث عن ممارسة ديمقراطية حقيقية اللي هي الانتخابات والالتجاء الى صناديق الاقتراع. مع التطور ومع التكنولوجيا الحديثة ومع وجود برامج وتطبيقات تسمح بتطبيق المعايير الدستورية اللي هي بتستوجب ان اي انتخابات يبقى هذا الاقتراع سري وعام ومباشر. في حال تحقيق هذه الثلاثة نقاط أصبحت الوسيلة أو الآلية اللي هتلجأ ليها آلية دستورية تسمح بالإدلاء بالأصوات. ومع التطور لقينا تطبيقات متنوعة في أكثر من دولة مش متقدمة قوي 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 عننا أو حتى من الدول المجاورة لينا. في مجموعة كبيرة من الدول بدأت تلجأ إلى نظام التصويت عن بعد والنظام الهجين ما بين النظام التصويت الإلكتروني ونظام الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو جمعية الاقتراع بنفسها. والحقيقة النهاردة كان في المقترح فكرة إن إحنا نعمل نظام يبقى هجين ما بين الذهاب ما بين النظام الإلكتروني وما بين الذهاب إلى صندوق الاقتراع. والحقيقة الدولة المصرية كان عندها تجربة في انتخابات عام 2020 لما سمحنا للمصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم عن بعد. طبعا ده كان تماشيا مع الإجراءات اللي كانت بتتواكب مع جائحة كوفيد 19. كنت لسه هقول لحضرتك النقطة دي إنه إحنا جربنا ده بالفعل قبل كده حقيقي. ومن وجهة نظر الحقيقة النظام
نجح نجاح مبهر للغاية. إخواتنا المصريين في الخارج أدلوا بأصواتهم، الشكاوي تكاد تكون كانت قليلة جدا على شكل التصويت أو سرية أو مدى صحة هذا الصوت. وإن كان حتى في شكاوى يتم التعامل معها. فالحقيقة كان عندنا تجربة سابقة، إيه المانع أن احنا نبدأ نتوسع فيها؟ والنهاردة وفقا لنص القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات قانون 198 ل2017 المادة الثالثة في الفقرة الأخيرة نصت صراحة أن للهيئة أنها تستعين بوسائل التواصل والوسائل التكنولوجية في كل أو بعض إجراءات سواء الإدلاء بالصوت أو الفرز أو إعلان النتيجة خلال الاستحقاقات الانتخابية. صح. وزي ما قلنا حصل تجربة جزئية في التصويت المصريين في الخارج. النهاردة مع هذا التقدم التكنولوجي ومع التحول الرقمي ومع الجمهورية الجديدة إزاي ما يبقاش عندنا هذا النظام أو هذه الآلية؟ فده كان مقترح مهم للغاية تقدمنا بيه وقدمنا عرض لأربع أنظمة هم من ناحية التقنية هم السائدين على مستوى العالم سواء على مستوى ماكينات التصويت الإلكتروني أو ماكينات التعرف على الوجه أو التعرف على البطاقات. يعني شرحنا في الطرح النهاردة مجموعة من النظم اللي بتقوم عليها، وده المعقول بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحقيقة النوع ده من التوصيات اللي يعني حتى بتتسق مع شعاركم سياسة بمفهوم جديد بمجدد. إنه نشوف يعني سياسة تتفق مع الواقع، انه احنا عايزين انتخابات، عايزين نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات، عايزين الكل يكون ممثل، الكل يتحدث عن نفسه ويشوف انه ممثل في هذه الجمهورية الجديدة. ده شيء مهم جدا. عايز اعرف كمان من حضرتك اصداء هذا المقترح اثناء الجلسة وما لفت نظر سيادتك من مقترحات اخرى داخل جلسة مباشرة الحقوق السياسية. لا الحقيقة كان يعني اصداء جيدة للغاية، الجميع رحب بالمقترح بل وتحدثوا عن كيفية تطوير هذا المقترح. لأن زي ما بنتكلم حضرتك المميزات اللي اتكلم فيها حتى الزملاء إلى التجاءنا إلى هذا النظام، يعني الدراسات كلها والأبحاث بتقول إن الدول اللي طبقت هذا النظام خفضت التكاليف المالية بتاعة عملية إدارة الانتخابات من 30 إلى 40%. النهاردة طباعة أوراق الاقتراع نقلها اللجان، احنا في تيارات بتروح الأوراق الاقتراع للمحافظات، اللجان والمنشآت وما إلى ذلك من إدارة العملية الانتخابية بتتكلف مليارات. احنا هنا عشان نحافظ على النزاهة والشفافية، النظام الجديد كيف يحقق هذا؟ لأنه ده يهم الناس جدا أنه نطمن على النظام الجديد بقى اللي احنا بنقترحه. اولا هيبقى فيه سرعه في الفرز ودقه لان مفيش مساحه للخطا البشري، نسبه الخطا البشري تكاد تكون معدومه. ثانيا مفيش اصوات باطله. النهارده النظام الالكتروني بيدل الناخب على اختيار العدد المظبوط فما بختارش زياده ولا قليل، بيساعده في اختيار وانتخاب الفئات المميزه تمييزا ايجابيا، اختار مراه من هنا واختار شباب من هنا واختار ذو اعاقه من هنا، وايضا مساعده بيقدم مساعدات لأبنائنا وإخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة مثلا على سبيل المثال أوراق الاقتراع الصوتية هي حل تلجأ إليه الدول لإخواتنا المكفوفين، بيسمع أوراق الاقتراع وعن طريقة معينة بيدلي بدلا من إن هو يجيب حد يديله اللي يدلي بصوته بدلا منه. فطبعا مزايا كبيرة جدا للنظام زي ما قلت حضرتك نسبة المشاركة. النهاردة لما يبقى فيه نظام متطور ومؤمن، يعني خلينا نؤكد ان هذا النظام يجب ان يؤمن تأمينا شديدا. لو هذا النظام موجود في فئات كتيرة جدا غير قادرة على مغادرة منازلها والنزول الى جمعية الاقتراع للإدلاء بصوتها، النهاردة هتقدر تدلي بصوتها. في مجموعات كبيرة من الشباب او من الناس اللي مش عايزة تروح او مشغول او في اي مكان يقدر يدلي بصوته عن طريق استخدام هذه التطبيقات وهذه الآليات. هو مجرد ان انا احس ان الدولة تحرص هذا الحرص الشديد على صوتي، على صوتي، وانه انا صوتي مسموع ويعني عندي الحق حتى لو انا ما املكش الوقت، ما املكش الرغبة الشديدة ان انا انزل واروح ويعني انتخب، لكن الدولة عايزة تسمع هذا الصوت، ده نفسه يبقى يخلق عندك الدافع ان انت تروح تصوت في الانتخابات. طبعا بشكل قاطع، وزي ما بقول لحضرتك الدول اللي سبقتنا في هذا المجال احنا برضو مش هنخترع العجلة، يعني مش لسه بنألف حاجة، لا احنا نتعلم ازاي الانظمة دي بتشتغل وازاي تبقى مؤمنة. والنهاردة دول كبيرة انتخابات الرئاسة الفرنسية بتتم عن بعد. النهاردة في دولة زي الهند، في دولة الامارات العربية المتحدة في مطلع هذا الشهر اعلنت عن ان انتخاباتها جميعها المجلس الاتحادي وما الى ذلك القادمه هتتم بالتصويت عن بعد. هم كان عندهم التصويت الالكتروني لكن التصويت عن بعد، التصويت بالبريد وما الى ذلك، خلاص هيبقى
متواجد بحيث ان اي مواطن يقدر يدلي بصوته سواء داخل المملكه او خارجها. فاحنا كمصر مع هذا التطور ومع هذه الحداثه ومع هذا التحول الرقمي، طب هل اللي احنا بنتكلم فيه ده قابل للتنفيذ؟ اقول لحضرتك ان مصر قطعت شوط كبير جدا في تجهيز مقر اللجان اللي هي المدارس. ما هو النهارده مقر اللجان الانتخابيه فين؟ هي المدارس اللي داخل المحافظات وداخل الدوائر الانتخابيه المختلفه او منشات صحيه او منشات حكوميه. الدوله قطعت شوط كبير جدا في تجهيز هذه المنشات بالالياف الضوئيه او بالانترنت الثابت، وده مكسب وجربناهم كبير يا سيادة النائب. طبعا وجربناها يعني تجهيز على المقر الانتخابيه بالبنى التحتيه الالكترونيه، ده مكسب غير مكسب الانتخابات طبعا، بس انا استغله. النهارده انا بقى عندي بنيه اساسيه تسمح بان شفناها مع اولادنا وجربناها في اختبارات المراحل المختلفه خاصه الثانويه، وعارفين فين اماكن الضعف وعارفين فين اماكن القوه. طب يلا بينا عشان نجهز كل هذه المقر الانتخابيه يبقى فيها تصويت، هتبقى حاله من المعالجه ليها لاستخدامها في الانتخابات، هتبقى العمليه سهله وبسيطه، مش هتبقى لسه بنبني من الاول او بنجهز شبكه. لا، المقترح قابل للتنفيذ، ممكن نقدر نبدا فيه وننفذ ان شاء الله ونشوف. بس هنحتاج مجموعه من التعديلات التشريعيه، لان القانون ما كانش فيه ان انت يبقى عندك لجنه الكترونيه او ان يبقى فيه هذا الامر. محتاجين مجموعه من التعديلات التشريعيه اللي قلناها النهارده. أهم المقترحات للتعديلات التشريعية دي كانت تعديل جمعية الانتخاب، جمعية الاختراع، ودي المادة 42 من قانون مباشر الحقوق السياسية، واللي بتتكلم على شكل جمعية الاختراع وازاي القاضي يكون مسؤول عنها، ويبقى احنا هنضيف عليها وهنعدل ونزود بقى نقول ايه، ان هيبقى في ماكينة لاختراع التصويت الالكتروني او في نظام الكتروني السيد رئيس اللجنة هيفتح فيه اللجنة او هيقفله، وما الى ذلك على حسب النظام اللي هتبقى الدولة هتطبقه. لكن التطبيق ممكن، الفرق اللي هيعمله كبير جدا زي ما قلت حضرتك، تكلفه ماليه، دعم واتاحه لجميع المواطنين ان هم يدلوا باصواتهم ويمارسوا حقهم الدستوري. هنعمل من هذا الامر زياده في نسبه المشاركه وفئات اكثر تنوعا ممكن تشارك وتنزل تؤدي بدورها. يعني الحقيقه زي ما بقول لحضرتك في فوائد كتيره جدا لهذا النظام، لو لقيناه ان شاء الله يتنفذ في الفتره المقبله هنشوف طفره سواء في اعداد المشاركين والنسب اللي هتنزل تشارك في الانتخابات او حتى في شكل اداره الانتخابات. سيادة النائب، كنت كمان سالت حضرتك عن المقترحات الاخرى اللي تم تقديمها اثناء جلسه ممارسه، كان في مقترحات كتيره جدا سياسية. كان منها اللي بيتطرق للمواد الخاصة باللجنة، واللي اتكلمت على سواء اللجنة الفرز في اللجان العامة، سقف الدعاية الانتخابية. النهاردة القانون بينص على 500,000 جنيه، فالنهاردة 500,000 جنيه دول ما يجيبوش بيلبورد أو إعلان من الإعلانات اللي بتتم على الطرق. صحيح. والنهاردة لازم يبقى فيه سقف بشكل مختلف متوافق مع سعر العملة وقيمة الجنيه. فبالتبعية كان في حديث مطول عن هذا الأمر. حديث آخر دار حول الموقف من التجنيد، والنهاردة لازم طالب البعض من السادة رؤساء الأحزاب أن يتم التفرقة بين من تهرب من التجنيد ومن تخلف عن الحضور ومن تم رد إليه اعتباره بعد محاكمته وعقابه على هذه الجريمة. هل ده يحق له الترشح أو لا يحق له الترشح؟ كان في نقاشات ثرية للغاية النهاردة، وزي ما بقول لحضرتك كان منها التسويق السياسي، إزاي نقدر نعمل هيئة تقدر تسوق للمرشحين، وإزاي الهيئة الوطنية للانتخابات يبقى عندها قاعدة بيانات بالمرشحين، هي عندها قاعدة انتخابات بالناخبين. لكن كان حوار ثري للغاية، كان حوار موضوعي جدا، يعني أكثر من مرة كان البعض يتوقع أنها هتبقى مكلمة أو الناس تروح تعبر كده عن كلام وما يطلعش نتائج أو ما نشوفش حاجة. لكن على الدوام كان السيد الرئيس بي 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 يعني بيبهرنا. الحوار الوطني بيقترح شيء نلاقي السيد الرئيس بينفذه. صحيح. على وجه السرعة على رأس والإشراف القضائي على الانتخابات. صحيح. وما إلى ذلك من لجنة العفو الرئاسي. يعني الحقيقة موضوعات كتيرة جدا، الموضوع بيبقى على طاولة النقاش داخل الحوار الوطني. الحوار الوطني وأمانته الفنية تقترح على السيد الرئيس يتم تنفيذه على الفور. فالنهاردة ده الحقيقة، وهذا الانصات الشديد والاستماع من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما يطرح على طاولة الحوار الوطني يدل على مدى اهتمام الدولة
بكل المقترحات اللي بتتم واللي يعني الاهتمام الشديد الحقيقة من قبل يعني رأس الدولة بهذا الحوار. وبتهيأ لي يعني أعتقد ثقة في هؤلاء الوطنيين. صحيح. إن السيد الرئيس واثق في هذه الرؤى وهذه الأطروحات اللي هتصدر من هذه الشخصيات. وخلينا أقول لحضرتك النهاردة ضمن هذا التنوع أحزاب على أقصى اليسار وأحزاب من المؤيدين على طاولة واحدة داخل قاعة واحدة يتناقشون عن كيف مستقبل ترى هذا؟ لأنه ده مهم جدا، إزاي خلق المساحات المشتركة ما بين الأفكار المختلفة تماما اللي كل منها في اتجاه يمكن أن يقفز على كل الخلافات لمصلحة الوطن. هو الحقيقة أنا هبقى شايفها بشكل مختلف لأن أنا ابن تجربة هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي منصة حوارية تضم 26 حزب بعبر عن التنسيقية. إحنا كنا شايفين أنه ده تجربة أولى لهذا صحيح. الجمع صحيح. بمختلف أراءه بأفكاره، فأنا هبقى شايف الموضوع بشكل مختلف ده. لكن خليني أقول لحضرتك أنها سابقة النهاردة ممثلي أحزاب زي ما بقول لحضرتك الحزب الناصري، الحزب الشيوعي، الحزب الاتحاد، حزب النصر، حزب يعني مش عايز اقول اسامي احزاب برضو، وانصح حزب حماة الوطن والاحزاب المواليه للدوله وعلى اقصى اليمين مع الاحزاب اللي على اليسار حزب التجمع، وبيتناقشوا حوالين قضيه في مباشره الحقوق السياسيه، وبعد هذا النقاش بيخرجوا من هذا الاجتماع بيسلموا على بعض وبيضحكوا في وش بعض ولا بيضربوا بعض ولا بيتخانقوا مع بعض. وهنا ده الحقيقه عوده الى ثقافه تقبل الاخرين اللي كنا فقدناها، وما كانش فيه ثقافه الحوار، وهو ده الهدف الاساسي بتاعنا. احنا كنا فقدناه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كل الناس حتة. كانت ابتدت تشيل بعض من حساباتها لو افكارهم مختلفه لو رؤاهم مختلفه لانه ما كانش في حاله التقبل. الحوار الوطني خلق هذه المساحه المشتركه، خلق جلسات نسمع فيها الراي والراي الاخر في جو يسود الهدوء والتفاهم، وده مكسب كبير للحوار الوطني. لا ممكن يعني ما يكونش فيه هدوء، يعني نتناقش وده يعبر عن رأيه ويدافع عنه وده يدافع عن ما هي الجلسات. برضو دي نقطة مهمة للغاية لازم نبرزها، ان الجلسات بس بث حي لايف على الفيسبوك، اي حد يفتح يبص مفيش حاجة بتتقطع مفيش مونتاج. الجلسات ممكن تكون بتشتد في النقاش ويحتدم وكل منا يدافع عن رأيه، لكن زي ما بقول لحضرتك فور انتهاء هذا الاجتماع أو فور انتهاء التوصيات التي نتوافق عليها بالتوافق جميعا بيخرجوا مع بعض ويشربوا قهوة مع بعض ويسلموا على بعض ويضحكوا في وش بعض، لأن القاعدة الوطنية واحدة لهؤلاء. صحيح، إن احنا نتفق على ثوابت وطنية، على هوية وطنية، على أخلاق وعلى ثقافات هي أساس هذه الأمة، وقيم وأخلاق هي اللي بنطالب بيها في الجمهورية الجديدة. فالحقيقة الحوار الوطني سواء في جلسات المحور السياسي، انا عشان بحضر المحور السياسي كتير فشايف في المحور السياسي، لكن حتى على مستوى المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي المجتمعي، يعني انا شايف اداء بسيمتريه بعزف لازم نشيد بيه ونشكر الامانه الفنيه للحوار الوطني بقياده طبعا الاستاذ ديار اشوان وايضا المستشار محمود فوزي والاكاديميه الوطنيه للتدريب. يعني الحقيقه كل التروس اللي بتعمل داخل هذه الماكينه مبدعة ومبهرة وبتطلع مشهد احنا كلنا كنا نحلم بيه زمان. كل السياسيين مهما اختلفت آرائهم كانوا بيتمنوا هذا المشهد في مصر. صحيح. ان يبقى فيه حوار بهذا الشكل، حوار يحمل يعني بوابة عبور للجمهورية الجديدة وعنوان يعني مهم في الجمهورية الجديدة، مسألة تقبل الآخر وتقبل الآراء والبحث عن مساحات مشتركة في قضايا محورية بتهم كل الناس. يعني لما تم كانت الأيديولوجي أو الاتجاه السياسي، النهاردة لما نيجي نتكلم على قضية وطنية أو شأن وطني بيجد ترحيب من الحضور جميعها مع اختلافهم في آلية تنفيذ هذا الأمر. يعني احنا نتفق على الهدف، وأنا كرأسمالي أقول لك كده، وأنا كليبرالي أقول لك كده، وأنا يعني أين كانت طريقة التنفيذ، لكن بنتفق على الهدف وهو ده الأساس. والحقيقة هو ده برضو عنصر من عناصر نجاح الحوار الوطني لغاية اليوم. ما هو النهاردة احنا بنتكلم في الأسبوع الخامس، وهؤلاء الأطراف أو القيادات والنخب التي تمثل المعارضة وتمثل تيارات سياسية تنتمي إلى اليسار، لو من أول جلسة ما شافوش جدية الحوار ما كانوش هيستمروا في الحضور. صحيح. النهاردة وجودهم داخل هذه الجلسات هو أكبر دليل وأكبر إطار على الشفافية وعلى المصارحة اللي بتتم داخل هذه اللجان واللي بيتم مناقشة فيها كل الأفكار. زي ما بقول لحضرتك مفيش سقف للأفكار، مفيش حد بيقول له ما تقولش كذا أو قول، لا في حرية تامة. في وده برضو أثر على
يعني بعد الاسبوع الخامس ان كل اللي بيتحدث دلوقتي بيبقى مذاكر كويس وبيبقى عارف يقول ايه جدية وبيبقى عارف ما يطرح. آه مش مجرد ندوة او مش مجرد جلسة للكلام، لا، النهاردة اللي بيخرج من هذا المكان او من هذه الجلسات بيتم عرضه على السيد الرئيس، والسيد الرئيس بينفذه على طول. فطبعا ده دي مسؤولية كبيرة اولا على كل الحاضرين والمشاركين، مش امام الـ مش امام الـ التلفزيون ولا امام الناس ولا اللقطه اللي هو، لا، امام المواطنين جماعه. صحيح. ويمكن وامام الاجيال اللي جايه كلها، المواطن العادي انه ينتبه للحوار الوطني لما تم مناقشه قضايا خاصه مثلا بالمحور الاجتماعي كانت قانون الوصايه، واستجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون اللي بيمس يعني معظم الاسر المصريه واسر كتير تعبت وهلكت من اللي حصل في قانون الوصايه وفي المحاكم اتبهدلوا. استماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات اللي خرجت كان شيء الحقيقه ملفت جدا للناس كلها، انه ما يحدث داخل الحوار الوطني يحمل الكثير من الجديه، يعني ياخذ على عاتقه حل مشاكل الناس الحقيقيه، وفي نفس الوقت الدوله تستمع وتستجيب. النقاش كله حول تحديد الاولويات الوطنيه. وخلينا برضو نقول نقطه هامه هنا، ان في أزمة عالمية في كل العالم من بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومستمر يعني الدنيا بقالها كتير، والدولة المصرية حين وجدت نفسها في هذه الأزمة لجأت إلى الحوار مع الشعب ومع كافة الأطراف من أجل تحديد الأولويات الوطنية التي نتفق عليها جميعا. فالنهاردة ده في حد ذاته إنجاز كبير، ولما نتناقش ونطلع من نتائج تقول دي أولوية وطنية في السياسة، ودي أولوية وطنية في الاقتصاد، ودي أولوية وطنية في المجتمع، كل البلد أو كل المجتمع هيحترم هذه النتيجة وهذه الآراء، لأنها نبع عن هذه النقاشات اللي قلنا أنها علنية، اللي قلنا أنها مباشرة، اللي قلنا أنها بتتذاع في كل وكالات الأنباء. وطبعا شكرا لحضراتكم على اهتمامكم بالجلسات ونقلكم ليها، لأن لو ما فيش هذا الدور الإعلامي الحقيقة مش هيعرف بيها غير الناس اللي موجودين داخل الجلسة. لكن وجود حضراتكم بيفرق جدا، وجود وشغل الأمانة الفنية والمشاركين زي ما بقول لحضرتك مسؤولية كبيرة، عشان هيسألوا أمام الأجيال القادمة كلها. صحيح. على هذه الفرصة احنا أثقلنا على حضرتك وتعبناك، ويعني احنا عارفين حضرتك متواجد من الصباح في جلسات الحوار الوطني، لكن كان يهمنا ان احنا نعرف ونستمع لما حدث داخل أروقة جلسات الحوار الوطني اليوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سيادة النائب محمد عزمي، عضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك. حقيقة يعني البحث عن المساحات المشتركة هي بوابة عبور آمنة للجمهورية الجديدة للجميع، وده اللي بنعول عليه من جلسات الحوار الوطني. مستمرين مع حضراتكم في كل فقرات التاسعة، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد. بنحتفل مع حضراتكم بذكرى ميلاد وحش الشاشة فنان العظيم فريد شوقي، اللي تخطى بموهبته يعني حدود المكان، والحقيقة بس ما كانش فنان مصري مشهور إلا أنه كده وصل للعالم كله، شهرته وصلت لأقاصي الأرض. إحنا بنسعد أن إحنا بنحتفل بذكرى ميلاده، وضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستوديو المؤرخ الفني أستاذ محمد شوقي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ هدير، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. ملك ترسو، زي ما كنا بنتكلم في الفاصل عن الفنان الجميل فريد شوقي، وإزاي كانت البدايات وإزاي كانت النشأة علشان نشوف هذه الموهبة. طبعا هو ملك الشاشة بلا منازع، وهذا اللقب أنا أحب أقول إن اللقب هو أطلقه الجمهور على فريد شوقي، لأن حسوا إن هو البطل الشعبي، البطل اللي بيعبر عنهم، اللي بيشوفوا أحلامهم وطموحاتهم في من خلال تجسيد فريد شوقي للأدوار المختلفة. فريد شوقي بدأ يعني هو طبعا في حي السيدة زينب، ونشأ في الأحياء الشعبية الجميلة اللي تأصلت جواه في الروح الطيبة وروح الشهامة. وأنا بشوف إن اللي هو كان متأثر جدا بيوسف وهبي. يعني يوسف وهبي هو أول من تأثر به الملك فريد شوقي، حتى إنه كان بيحكي فريد شوقي إنه كان بيتقمص أدوار فريد شوقي في البيت عنده، لدرجة إنه كانت جيران هو في البيت الأول كان الأب هو اللي وجه الفنان هو فريد شوقي. ما كانش في معارضة، لأن في البداية يعني ما واجهش معارضة في زي معارضة اللي كانوا بنسمع عنها الفنانين الزمن الجميل، لا، كانوا مرحبين لأنه كانوا شايفينه موهوب، خاصة إن هو سلك المسلك الطبيعي لأي فنان أكاديمي، فنان محب للفن.
فلما كان بيقلد يوسف وهي بيبقى صغير كان الجيران طبعا بيقول يا للهول والعبارات الجميله الرنانه ليوسف وهبي. طبعا الجيران كانوا عارفين ان في فريد شوقي ده الطفل فريد شوقي المحب للفن. وكان بيعمل ايه فريد شوقي يا استاذه هدير؟ وهو كان طفل صغير كان بيجمع اطفال او الشباب الصغيرين زمايله ويقعدهم ويعمل في جنينه او في شارع مسرح ويقلد فيه ويدفع لهم فلوس. كان كل مصروفه او كل ما يمتلك من فلوس وقتها من مصروف جيبه كان بيديهم لزمايله عشان يتفرجوا عليه وهو بيشبع هوايته ويقف ويمثل لهم روايات يوسف وهبي تاثرا بروايات يوسف وهبي. يعني هو كان من بداياته عاشق للفن وللتمثيل وتأصل ده فيما بعد يعني لما تخرج من الفنون التطبيقية وبدأ تخرج على طول التحق بمعهد الفنون المسرحية وكان أول دفعة لمعهد الفنون المسرحية 1948 وكان متفوق دراسيا كان متفوق جدا. فريد شوقي كان الدفعة بتاعته كان أول دفعة كان شكري سرحان ونبيل الألفي وحمد غيث ونعيمة وصفي وكانت السيدة فاتن حمامة وكانت السيدة فاتن حمامة معهم لكن ما كملتش هي يعني ثابت المعهد في السنة الأولى من المعهد. وبعد كده بدأ يشق طريقه في أدوار صغيرة مع يوسف وهبي. يعني لما نشوف فريد شوقي أول دور له ضابط مباحث مش شرير أول دور نشوفه فيه لفريد شوقي على الشاشة العربية سنة 1946 في فيلم ملاك الرحمة. كان قايم مع يوسف وهبي الفيلم إنتاج وبطولة وإخراج يوسف بي وهبي مع رأي إبراهيم وفاتن حمامة. هنشوف ان هو جاي ضابط مباحث يعني بعيد عن الاجرام بعيد عن ادوار الشر اللي هو برع فيه فيما بعد. لكن سرعان ما انهالت عليه العروض واصبح قاصر مشترك في العديد من الافلام اللي بعد كده. ازاي الادوار دي استدعته ادوار الشر واللي هي كانت بعد كده مربوطه بفريد شوقي؟ ملامح وجهه هو كان دايما المخرجين والمنتجين يعني بيشوفوا ملامح الوجه وتقسيم الوجه فبناء عليه بيسندوا الادوار للبطل او الممثل. يعني الوش الهادي فدي ادوار الطيبه وادوار الادوار الرومانسيه. الوش اللي حاد شويه واللي ملامحه حاده وخاصه ان هو كان رياضي وطويل القامه فده في ادوار الشر خاصه ان هو عمل ادوار جديده للشر. يمكن ادوار الشر اللي قبل كده كان الفنان الكبير محمود المليجي. وانا عايز اقول ان الفنان الكبير محمود المليجي عمل مع فريد شوقي يعني أشياء جميلة. يعني فريد شوقي بيحكي بيقول إن كان في بداياته محمود المليجي كان بيتعرض عليه مثلا 50-60 فيلم في وقت واحد. فكان بيقول إيه؟ لا في ولد جديد اسمه فريد شوقي ادوا له الأفلام دي. شوفي تخيلي يا أستاذة هدير الحب والود اللي كان سائد وقتها. يعني من يعني ثلاث أرباع الأفلام اللي كانت معروضة أو اللي شفناها لفريد شوقي في ذلك الفترة بإعاز من الفنان الكبير محمود المليجي اللي طبعا تشوفي فريد شوقي بيتكلم عنه. شوف فريد شوقي ده كان انسان وهو بيتكلم في احاديثه التلفزيونيه والصحفيه انسان محب جدا جدا لكل من سنده وطيب وكوميدي يعني بعيد خالص عن ادوار الشر اللي التصقت بيه. هو شخصيه كوميديه وطيبه لحد كبير وممتن جدا زي ما حضرتك بتقول لكل اللي ساعده على طوال مشواره. بالظبط. يعني كان يقول لمحمود المليجي ومش بس كده كان يقول له ده هيجي لك واحد دلوقتي عرض عليا الدور ده ب 100 جنيه ما تاخدش منه. هو كان ساعتها اجره 50 جنيه. اول اجر تقاضاه كان هو كان 50 جنيه كان في فيلم ملاك الرحمه. فالمفروض انه له 50 جنيه. فراح ليوسف وهبي فيوسف وهبي قال له تقاضيت اخدت كام فريد؟ قال له خدت 30 جنيه. قال له لا انت طالب معهد ما تاخدش اقل من 50 جنيه. سنه 46 المبلغ ده كان مبلغ كبير. طالب معهد دي موهبه كبيره للفنان فريد شوقي تثقلها الدراسه ودي نقطه مهمه. بالظبط. هو كان بيوجه كل الفنانين الوجوه الجديده اللي فيما بعد كان بيوجههم على الدراسه وان الدراسه دي مهمه جدا مع الموهبه لانها بيكملوا بعض. من يعني نقول من حوالي كده قعد حوالي 6-7 سنوات يقدم ادوار الشر بس مختلفه. يعني كتير دايما ليه برايك هو برع في الادوار دي وازاي قدر انه يغير جلده وينجح في الادوار الانسانيه والاجتماعيه بشكل كبير؟ هو في البدايات كان فعلا زي ما قلت لحضرتك دي تقسيم وشه وكان نجح فيها. هو يستطيع انه يلعب كل الادوار حتى لما كبر وبعمل ادوار انسانيه برضه من انقل اخر كان بيعمل ادوار الشر وكان بينجح فيها زي ما كان بينجح فيها هو كان في شبابه. في فيلم غزل البنات سنه 49
الفيلم ده ظهر في مشهد واحد وكان بدأ يعمل مشاهد كتير. هو ارتضى ان أنور وجدي يقدمه مع نجيب الريحاني في مشهد. قال له لو هتجيبني مع في فيلم غزل للبنات يبقى في مشهد يجمعني مع نجيب الريحاني. شوف حضرتك في فيلم اجتمع فيه كل عمالقة الفن. غزل البنات هذا الفيلم الحدث، أنا بعتبره فيلم مش فيلم، ده حدث فني. فمشهد واحد قدمه فريد شوقي مع نجيب الريحاني وهم قاعدين في صالة الغنى اللي كانت بتغني فيه ليلى مراد. وفجأة ففريد شوقي قال يا ترى أكيد واحد مغفل هو اللي جابها. فأنور وقف نجيب الريحاني خبطه. ففريد شوقي بيحكي على الفيلم في المشهد ده بيقول إن المشهد ده عندي يسوى 100 فيلم لأنه مشهد مع نجيب الريحاني. صحيح. وانطلق يعني في البداية بعد كده مسرح الريحاني اعتمدوا عليه تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات أيوة. من بعد يوسف وهبي تبناه أنور وجدي. أنور وجدي صنع نجومية أو كان من ضمن صانعي نجومية فريد شوقي، لأن كان في أفلام كتير زي عنبر، قلبي دليلي، غزل البنات، طلاق سعاد هانم، ثم تحفة التحفة الرائعة أمير الانتقام سنة 1950 في دور جعفر، هذا الدور العظيم جدا. وتالت الأعمال إلى آخر كان آخرهم فيلم خطف مراتي سنة 54 مع صباح وليلى فوزي. يعني هو كان أنور وجدي من وكان يعني كان بيعتبره صديق صدوق له، وكان يعني فريد شوقي لما توفى أنور وجدي كان في حالة إعياء وحزن رهيب. لكن فريد شوقي أنا بشوف إن هو من أكتر الفنانين يا أستاذ هدير اللي اشتغل على نفسه. فريد شوقي ما حدش اداله فرص، هو اللي صنع الفرص لنفسه، ما استسلمش اللي كان ممكن يستسهل ويستسلم لدور الشرير. هو رفض كل ده فبدأ يحفر لنفسه طريق مختلف. عمل إيه؟ بدأ يعمل أفلام باسمه زي فيلم الأسطى حسن سنة 52. كان البطل الشعبي الرجل الطيب اللي عايش حياة سعيدة، لكن فجأة بيتطلع لحياة أخرى فبيتمرد على الحياة دي. دي أول بطولة له، فيلم الأسطى حسن أمام هدى سلطان، وكان إخراج رائد الواقعية صلاح أبو سيف. من فيلم الأسطى حسن بدأ يعمل أفلام أدوار مختلفة كبطولة. زي ما يعني نقول يعني من 52 ل 54، لأن يعني فضل في 53 يعمل برضو أدوار ثانوية إلى حد ما لكن مؤثرة. كان بدأ يعمل حتى الدور الثاني بقى مؤثر، ما عادش الدور الثاني فقط. أو بطولة مشتركة مع مات حمدي أو محسن سرحان. لكن أنا بشوف إن بعد من سنة 54 بدأ نجم فريد شوقي الحقيقي من خلال فيلم جعلوني مجرما إخراج عاطف سالم، أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وليس في تاريخ فريد شوقي. وبسببه كان أول فيلم في العالم يتم فيه تغيير قانون بسبب فيلم سينمائي. هو تغيير السابقة الأولى يعني. من فيلم جعلوني مجرما بدأت سلسلة أفلام فريد شوقي الشعبية اللي بيخط فيها الجمهور ورجل الشارع العادي. زي رصيف نمر 5، النمرود، سوق السلاح، فتوات الحسنية، وغيرها من الأعمال اللي ما زالت إلى الآن وستظل بإذن الله طبعا خالدة في أذهان وعقول وقلوب كل المشاهدين من جيل إلى آخر. صحيح. السينما اتكسرت مرتين سبب الفنان فريد شوقي، في باب الفتوة، في باب الحديد والفتوة. تخيلي حضرتك الناس ما تقبلتش انه يتضرب، ما ينفعش. انت متخيله حضرتك دي ما حصلتش؟ يعني هو بيعمل حاجات ما حصلتش يمكن في التاريخ في العالم. يعني زي ما كنت بتكلم عن تغيير القوانين وسابقه هذا وحدوثه معاه. فريد شوقي كان في فيلم باب الحديد. الفيلم ده ما كانش دوره، الدور ده كان دور النجم الكبير محمود مرسي، دور ابو سريع. لكن حضرتك عمال تقول أسماء عمالقة، الحديث عنهم وذكرياتهم وكواليسهم يحمل الكثير من الفن والإبداع وتمثيل الحقيقي للقوى الناعمة المصرية. بالضبط. منذ البداية. أيمن هقول لك حضرتك، يعني دور ده محمود مرسي هذا العملاق العظيم وافق على الدور، بس هو قال ليوسف شاهين أنا أجري ما يقلش عن أجر بطلة الفيلم هند رستم. فيوسف شاهين اعترض وقال خلاص طب أنا أجيب اسم كبير، اسم يبيع، فجاب فريد شوقي. فريد شوقي كان في الفيلم، السينما اتكسرت لان الفيلم ما عجبش الجمهور. وشافوا فريد شوقي بيتضرب، وبيتضرب من يعني من ناس مش من نجوم صف اول، زمايله عماد حمدي او شكري سرحان او كده، لا ده من يعني من مجاميع. فالجمهور زعل جدا. تخيلي السينما اتدشدشت بسبب هذا الفيلم وهذا الدور، لدرجه انهم بعد شوفي يا استاذه هدير يبعتوا تلجوابات وتلغرافات لفريد شوقي في بيته، اوعى تعمل افلام زي دي تاني،
لو محتاج فلوس قول لنا واحنا نجيب لك اللي انت عايزه، بس لا تقبل ادوار دون ادوار الفتوه وادوار البطل. فريش أو بيحكي هم حبوه هنا وشافوه هنا، كل ده من فريش أو اللي بيحكي يعني ده هو اللي بيحكيه. هو تاثر جدا لانه نجاح كبير جدا للاعمال انها الناس تبقى مصره على انها تشوفه بهذه الرؤيه وما تقبلش غير كده. مع ان الفيلم فيما بعد لما عرض فيما بعد، مع ان الفيلم ده من نجاح الأفلام كبير بطريقه كبيره جدا، يعد من الافلام العالميه لانه دخل في مهرجان كان يعني حصد جوائز عالميه، ويعد من الافلام المهمه جدا في تاريخ السينما كله. نشوف فيلم الفتوه، فيلم الفتوه سنه 59، مع ان الفيلم نجاح جماهيري ساحق، لكن الجمهور ما تقبلش ان فريد شوقي يتضرب في اول ظهور اللي هو يتضرب على قفاه في اول ظهور. طبعا السينما اتقلبت وقتها وحصلت مشكله، وازاي فريد شوقي ده لسه الفيلم بادئ. فطبعا مدير السينما وقتها او مدير دار العرض هدى الجمهور، قال له استنوا ده لسه هتشوفه هينتقم ازاي من الاعداء دول. فجاه لقوه مكان الحمار هو اللي بيسوق، فطبعا ساعتها السينما الناس ما تقبلتش طبعا، لان ده حبهم في فريد شوقي. مع ان هذا الفيلم نجاح جماهيري ساحق عن فيلم باب الحديد، لكن في بعض السينمات اللي فعلا ما تقبلوش ان البطل الشعبي بتاعهم يكون بهذه الصوره. افلامه عموما كانت بتحدث يعني احداث مختلفه تغير قوانين، يعني يمكن في فيلم استدعاه على اثره الزعيم جمال عبد الناصر. بالضبط، دي حاجه مهمه جدا استاذ هدير، لما الزعيم جمال عبد الناصر يستدعي فريد شوقي، ليه اختار فريد شوقي؟ طب ما كان في نجوم كتير في ذلك الوقت، لان عارف قيمه وقدر ومنزله فريد شوقي عند الناس. قال له اجري على بورسعيد دلوقتي واعمل فيلم خاص باثار العدوان الثلاثي على مدينه بورسعيد الباسله. وبورسعيد في ذلك الوقت كان اسمها بورسعيد الباسله، مش بورسعيد بس، بورسعيد الباسله. فحضرتك راح وكل الصف كان مع مين؟ كان معاه نخب عبقرة، احمد مظهر، شكري سرحان، رشدي اباظه، امينه رزق، حسين رياض، شايفة الاسماء؟ صحيح. كلهم راحوا، ليلى فوزي وهدى سلطان، كلهم راحوا عشان يقدموا الفيلم ده في بورسعيد نفسها، وكان في لسه ما زالت الحرب منتهيه منذ ايام قليله يعني العدوان كان خلص 23 ديسمبر 56، الفيلم تم عرضه في شهر يوليو 57، يعني تقريبا بعديه بست او سبع شهور تم عرض الفيلم. اجواء كانت ساخنه، وكان كل الفنانين عندهم حماسيه رهيبه جدا ان يطلع فيلم بورسعيد صوره مشرفه، ونال جائزه خاصه من الزعيم جمال عبد الناصر هو جميع اسره الفيلم. وانا اتمنى ان الفيلم ده يعاد عرضه من ان الاخر، لان من الافلام المهمه جدا جدا اللي بتخلد ذكرى وطنيه وقوميه عظيمه في تاريخنا الحافل بالامجاد والبطولات. صحيح، احنا يمكن بنبقى في غايه السعاده ان احنا نتحدث عن يعني هذا الجيل من العمالقه العظام زي الفنان فريد شوقي اللي اثروا السينما المصريه وصناعه السينما المصريه على مر التاريخ. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المؤرخ الفني محمد شوقي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي. شكرا يا استاذ هدير، وانا اللي بشكر حضرتك على الاستضافه، وشكرا لكل الساده المشاهدين. اشكرك يا فندم. الحديث الفني مستمر، وبنروح مع حضراتكم لمواصلة مهرجان جرش الثقافة والفنون الأردني، فعالياته ومصر بتحل فيه للمرة الأولى ضيف شرف، والحقيقة أنه يعني على هامش هذا الحدث الثقافي والفني الكبير أمتعتنا الإعلامية شفك المنيري بمجموعة من اللقاءات العظيمة اللي بنستمتع بها على مدار الأيام اللي فاتت. لقاءنا اليوم هيكون مع الفنان وليد توفيق، أجرته الإعلامية شفك المنيري. هسيب مع حضراتكم يعني مع الفنان وليد توفيق والإعلامية شفك المنيري، تستمتعوا معاهم بهذا اللقاء، لكن بعد الفاصل. وبعد كده هشوف حضراتكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من التاسعة، وكمان بعد كده هيكون معاكم كريم رمزي ورقم 10. ليلة سعيدة للجميع، أشوفكم على خير. طبعاً عايزة أقول لكم وإحنا موجودين في الأردن في مهرجان جرش، أنت دايماً بتشوف الأردن مليانة مهرجانات كتيرة جداً. بالصدفة دخلت الفندق لقيت نجم من نجومنا اللي بنحبهم جداً في مصر. مش بس كده، مش هو نجم كبير في العالم العربي، بس هو حبيب المصريين، اللي قدمه واللي عمله والسينما، وجوده وتفاعله طول الوقت.
سألته إيه ده أنت جرش؟ قال لي لا أنا جاي المهرجان تاني، لكن كانت فرصة إن إحنا لازم نسلم عليه ويطل على كل جمهور مصر من خلال برنامج التاسع. النجم والنجم الكبير وليد توفيق، مساء الخير. أهلا يا ست الكل، وحشتينا. حس إن إحنا قفشناك كده. ده من حظي إني أكون معاكي وأطل على التلفزيون المصري وأحيي جمهوري وحبايبي وعمار يا مصر. عمار بيكو وعمار بكل الناس الحقيقة اللي بتحب مصر. وليد انت موجود هنا اكيد في مهرجانات كتير بتعمل، بس كلمني على جرش، يعني اول مرة جرش كانت سنة كام؟ 87 88 87 كان مهرجان لا ينسى ابدا. وطبعا جرش من اهم الاماكن في الاردن اللي واحد ممكن يقدم فيها فنه، وبتبقى بالسي في بتاعه زي بيت الدين، زي دار الاوبرا في مصر، زي جرش، زي كرتاج. الأماكن دي اللي الفنان يتمنى دايما أنه يتواجد فيها ويطل من خلالها مع الجمهور. ده جمهور أنا بعتبره هو ده الجمهور اللي لازم ننحني أمامه. ليه؟ يعني بيجي بيقعد على سمنت، بيقعد ساعات عشان يشوف. أيوة. فده مش ممكن نقدر. بس هو وهو بيقعد في جرش، خلينا نقول للناس، هو قاعد على حجر كله تاريخ. طبعا تاريخ، لازم يكون المطرب الموجود قد التاريخ. ده تاريخ طبعا، عز وكرامة، انما لازم انا انحني قدامه. لا جاي ياكل ولا يشرب، ده جاي يسمع وينبسط ويكون سعيد. وليد يعني انت بتقول لي البداية كانت في الثمانينات، في الثمانينات ده كان عز وليد توفيق سينما اغاني، فالناس بقى كانت بتطلب منك اغانيك السنجل واغاني الافلام، كانت عندك كمان ليها شعبيه كاسحه. شوفي لن انسى انا مهرجان قرطاج لما تبرعوا الشعب التونسي، لن انساه في حياتي. 40 ازازه دم تبرعوا فيها بالحفل عشان يخشوا الحفله، ودي لوزاره الصحه مش لي انا، لكن انا خفت يوميها، افتكرت حصل مشاكل، وطلع الرئيس حكى على التلفزيون انه بتتبرعوا لفنان بتحبوه، ما تتبرعوش لتونس. لكن هو كان التبرع بيحصل عندهم حوادث كتير على الطرقات في ايام الصيف، فده لن انسى هذا المهرجان. مهرجان تاني في الجزائر لما حملوا السياره، ودي حصلت بس مع عبد الحليم الله يرحمه، انا عيطت دمعت. والمهرجان الثالث اللي هو كان جرش، هم ورا بعضهم كانوا ايام افلامي وايام اللي كانت الدنيا مليانه أغاني وليد توفيق الحمد لله، وأنا بشكر ربي أني مستمر لغاية دلوقتي. طيب وليد قول لي أنت يعني دخولك السينما وأنت من المحظوظين من النجوم اللي قدروا يعملوا أفلام سينمائية في جيلك وبعد جيلك بكتير ما كانش عندهم الفرصة دي. لا ومع مين؟ قد إيه أنا محظوظ فعلا مع كبار نجوم مصر طبعا. اللي هم كانوا نجوم على كتفي أنا، وهم أعطوني هذا القدر من القيمة الفنية، لأنه أنت لما بتشتغلي مع ناس كبار بتكبري، اشتغلي مع الصغير بتصغري، مع احترامي للناس كلها. فأنا كان حظي قوي أني اشتغلت مع كبار المخرجين، بركات، حسن الإمام، محمد سلمان، فريد شوقي، مديح يسري، تصور اللي كنت أحلى ما أشوفها، مريم فخر الدين، فكل الناس دي، سعيد صالح، مش عايز أنسى حد. الجيل الصغير كان أثر الحكيم وليلى علوي، كان وشي عليهم حل الحمد لله، ولغاية دلوقتي أغانيهم بتتذاع. فأنا كنت من الناس المحظوظة فعلا. ما جربتش خالص الدراما؟ يعني زي ما نجحت في السينما كان ممكن تنجح في الدراما. يعني أنا بتصور حتى أنت دلوقتي تقدر تعمل مسلسلات درامية، لو تعرض عليك عمل مع مصر وإنك تعمل دور في الدراما تعمله؟ في فيلمين عمل فيهم دراما شوية، هي من يطفئ النار لما ضربوا بلدي لبنان وغنيت أغاني زينب، والدراما الثانية كان بفيلم قمر ليل مع ليلى علوي، عفوا مع أسار الحكيم، أنغام لما بسيب مامتي وبروح بعيش مع الرقاصة، دول كان فيهم. لكن أنا نعرض علي، اسم الله عليك، مسلسلات، أقصد دراما مسلسلات، ربيت دي فقالوا تعالى عايزينك بقى تعمل أدوار بس ما تغنيش. أنا ما رضيتش، أنا بحس الفنان ده، ودي أنا تعلمت من عبد الحليم لأنه عرضوا عليه كتير أفلام إنه ما يغنيش. أنا بحس المطرب الناس، حتى قال عبد الحليم أنا ما نجحتش كممثل، أنا نجحت لأن الناس بتحبني، وكانوا يدخلوا السينما عشان يشوفوا عبد الحليم ويسمعوا أغاني عبد الحليم. فأنا خفت أني أعمل دراما أو أي تمثيل من غير ما أغني. يعني بس تقبل أنك تعمل تمثيل في مسلسلات لو هتغني؟ طبعاً. يتعمل دور يعني يبقى لايق عليك أنك تغني يعني. هما بيهربوا ليه مش عارف من مسلسلات الغنائية؟ أنا مش عارف ليه. يعني عندك حياة محمد فوزي طبعاً. عندك حياة فريد الأطرش، عندك ممكن تعمل دور فريد الأطرش؟ أكيد يشرفني.
تعمل تبقى أنت شاعرنا الكبير أستاذي وحبيبي لما عدت بلحن معاه أدوب أدوب في دباديبه فاكرها؟ أيوة طبعا. فقال لي الأغنية دي أنت اخترتها ليه؟ قلت له ما عارفش حسيت لوني. قال لي دي ابتدى فيها يلحن فريد عندي في البيت هنا. فأنت في كتير حضورك عودك مجيك على مصر كل ده بيفكرني بفريد لطفي. أيوة ممكن تعمل يعني تعمل سيرة ذاتية عن فريد. طب ما نغني حاجة لفريد كده صغيرة لأننا بنتكلم عليه. وقوي بحب له أغنية بقول فيها فوق غصنك يا لامونة لا اكتب بدمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا اللي لومونا. الله الله عارف قوي هو في زي فريد تليق عليك جدا وانت قاعد كده انا متخيلك لو بنعمل مسلسل عن فريد الاطرش والعود معاك لا ينفع جدا تعمله. نفسي اعمل يا محمد فوزي اللي بعشقه طبعا واللي كان بليغ يندهلي باسمه دايما اللي بتفكرني بفوزي. أيوة. وبليغ له أفضل عليا كتير. خلينا نقول إنه وليد توفيق جاهز لمسلسل ممكن يعمل شخصية محمد فوزي أو فريد الأطرش. هنغني لفوزي بقى يبقى نقول لفوزي حاجة. آه على فوزي مالي القمر ماله ما جيناش على باله مالي القمر ماله ماله ما جيناش على باله مالي القمر ماله. الله الله الله. الغنى الغنى ده كنوز يعني كنوز موجودة في مكتبتنا العربية الكبيرة يعني. وليد توفيق الجديد اللي بتعمله وأنا شايفة شقاوة وكليبات وحاجات حلوة كده تهديها لنا برضو. أنا هديك أغنية لسه مخلصة دلوقتي مصورة في الجونة اسمها الجو الحلو ده. او رحت الجونه اللي هي احدث الاماكن اللي موجوده في مصر. بحبها قوي وبحب الميه هناك وبحب الناس اللي هناك. صورت بسوما بي اغنيه اسمها الجو الحلو ده والاغنيه دي انا عملتها خصوصي للمكان هناك. كان عندي حفله انتخاب ملكات جمال قلت فرصه جبت معايا 24 ملكه في الفيديو وهنشوفه مع بعض. طبعا انت متجوز ملكه جمال من حقك على فكره يعني حقك جدا يعني. طيب كمان عايزه اعرف يعني وليد عندك حفلات في مصر هنشوفك فين؟ ايه الحفلات اللي جايه؟ انا عندي الفحيص هنا في الاردن عندي في بيروت مهرجان في الشمال وفي بيروت عندي في مصر مهرجان القلعه دار الاوبرا ان شاء الله اخر الشهر. بتحب محكى القلعه؟ بحبه. والناس بتيجي على طبيعتها وعفويتها بحب الناس دي لانه دي ناس اولا ما تقدرش تروح الاماكن الغاليه فبيبقى لقاء بيني وبينهم لقاء ودي لقاء حب. بحب الشعبي انا بحب الناس الشعبيين بحب التقي بيهم دايما لانه مع احترامي للناس كلها طبعا بيبقى عندهم صدق بيبقى واقفين عيني على رجليهم زي ما قلت لك مستنيين الفنان. وشويه الغنى اللي انت بتهديه لهم بيبقى زي نسمه صيف حلوه. طبعا 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 ان شاء الله هنكون معاكم منتظرينك ان شاء الله في القاهره وعلى وعد انك تشرفنا في استوديو التاسعه ان شاء الله وانت موجود. وانا عايزه اسيبك كده تغني للجمهور المصري من اغانيك اللي هم مرتبطين بيها اللي بيحبوها. هسيب لك المايك وانت بقى هتعيش مع نفسك وانا بشكرك جدا ونورتني في التاسعه. انا اللي ساعدني اكون معاك وانا ما بحبش اغني من غير عود طبعا عشان خاطر عيونك. هقول لهم اغنيه بيحبوها قوي تيجي نقسم القمر انا نصي وانت نص تيجي نرسم على الشجر شافكي وليد وبس. وليد توفيق نورتني وان شاء الله في انتظارك في القاهره قريبا باذن الله. بشكرك.